مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وأيضا بأخواني محمد الزعابي وعبيد الشامسي، طبعا إعلامي معروف جماعة بن ثالث، وطبعا نرحب فيكم. هذه المبادرة وهذه البرنامج هي إحدى أيضا المبادرات لمجلس الشباب في وزارة التغير المناخي والبيئة. النبذة البسيطة أن نحن خلال البرنامج أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مشاركة هذه الوزارة بالمدرسة من خلال ثلاث برامج. البرنامج الأول اللي احنا فيه، احنا اليوم الأول البر والكل مستفيد، بس كان خور دبي يعتبر الشريان اللي يغذي تقريبا كل الإمارات، بالأخص الشارجة وعمان ورأس الخيمة. أول فترة اللي كانوا الغواصين في فترة القوس، كانوا العائلة هاي كانت تحضر لمنطقة العين، ولما تصير من هني تصير للمناطق هذيك، للمحاضر، للمزارع. مشكور معاليك على الدعوة. أنا طبعاً بديت في الزراعة المستقبلية، هي الزراعة المتطورة في أنظمة. أول شيء بديت فيها كيف أني أحافظ على المياه، كيف أني أحافظ على الطاقة الكهربائية. بديت أشتغل شوي شوي على أنظمة اللي هي خلط المحالي. يعني لو ما هذا الثمر اللي فيها، ولا هي بالعكس شجرة يعني ضارة، لكن تصور أن هذا الثمر ما كان موجود في بلادنا. تصور بلادنا قد يكون جوها غير، ما يناسبها جو هذه النخلة. كيف كانوا بيعيشون شبابنا اللي كانوا عايشين عليها فترة الرطب رطب، فترة الشتاء تمر، هو أكلهم وغذائهم ودفاهم. سويت أنا اختراع أنا أقدر أزرع في البيت على مدار السنة، عبارة عن ثلاجة تقدرون تزرعون أكثر من 50 نوع من الخضروات. نجحتي على طول من أول مرة ولا؟ لا أكيد، ده وايد يعني. pH meters and everything. I tried at home. It started growing at first, but then it failed. Monitoring the pH was very difficult, and you had to do it every single day. And I was very busy at that. في انخفاض pH وفي رفع pH. بس حافظين عليه. إن شاء الله تكون الأمور طيبة عندك. وأنا أي شيء أقدر أساعدكم كلكم، يعني أي واحد يحتاج أي مساعدة أنا أقدر أساعده. حد عنده تجربة ثانية حاب يخبرنا عنها؟ مباشر بدون الاختلاط مع التربة، فهذا هو الفرق بينهم. وفي العادة الكواليتي أو الجودة في الاثنين نفس الشيء. بالنسبة للبستسايدز، خلنا نفرق بين البستسايدز والأسمدة اللي نستعملها. الأسمدة اللي تستعمل في الأورجانيك أو في الهايدروبونكس تكون عضوية طبيعية ما فيها كيميكالز. أما البستسايدز في العادة لازم نسوي، يعني إذا كان سوينا نطبق البستسايدز في الأوبن فيلدز في المزارع المفتوحة، هذه لضمان عدم هجوم الحشرات او الافات على النبات. الاسماك دايم تتجمع على المرجان، سبحان الله. نحن كغواصين نسمع صوت المرجان، اذا سمع الصوت تسمع صوت الزراعه المائيه حق انتاج الاعلاف. ونفس الوقت انا سمعت عن نوع من انواع النباتات او مثل الفطريات هي اللي يعطونها حق الحيوانات، هي تكون مثل الاعلاف، فيها المواد الغذائيه الكافيه حق الحيوانات نفسها. يا سوسة النخل، اليوم بشتكيك وبرفع الشكوى عبر الإعلام، وبشتكي فعلك وبشتكي مساويك. يا عسى ألقى من يرد الكلام. قالت السوسة: هذا من بلاويك، ولا أنا سوسة ما عليه ملام، كان لي نخلي في البلاد ذيك، ويبتني نخلك وخالفت النظام، ووليت نخلك لي ما فكر فيك، ما عرف قدرها ولا ولاها اهتمام، ولا عرف ذمه يوم قام يغريك ويبيعها بالسوس ويقول لك تمام. ومحل التنقل ما بين اراضيك، ما بين ليوة والعين والمدام. قلت اسمعي قولي شان يرضيك، يا عساك السم امسيرك عدام، وبرفع الشكوى الواحد يداويك، ينظم للنخل قانون كله صرام. مش خاص كلا ولا بار. اول حلم يحطون مشاخص في براجعهم ذهب، تعرفون مشاخص؟ حطن ذهب لو مشاخص. مش خاص كلا ولا بار ولا نالم تمنى وميرا لسد، ما تدرى عفار بلا اللي هم عمين نشنه، والطير ما ينزل من الوكاب، دوما تشوفه فوق راس فنه،
عالي الثريا والقمر صار ضمن العلم ما ينزل لنا، وان كان هذا يلغط يصاب لين القيامه مزح لنا. سلام عليكم. الفراولة نفسها طبعا هذا حتى الفراولة ينزل عليه، يعني الفراولة، الطماط، الخيار، الفلفل، الكزبرة، انواع كثيرة، ما عندها شيء الاخبار ما ينزل عليها. هذا نفس الشيء الورقيات.